من بعد 26 سنة اجتمع مجدداً ثلاثة من كبار المسرح الكويتي، وهم محمد العجيمي، عبد الرحمن العقل وولد الديرة، في مسرحية حكومة إلكترونية اللي انطلقت عروضها في الكويت مؤخراً. ومع أنها العمل حمل غصة لمحبي الراحل انتصار الشراح اللي بالعادة كانت ترافق هالثلاثي على المسرح، إلا أن وجودهم معاً عوض غيابها وأعاد ذكريات سعيدة للجمهور. خلاص على الحين لازم نعلن عن تنظيم سيستم جديد وكان حكومه الكترونيه. بلا شك احنا صار لنا فتره طويله ما التقينا، يعني التقيت مع عبد الرحمن لوحده، التقيت مع خالد، بس احنا الثلاثه صار لنا فتره والحمد لله عودا حميدا على قولتهم. الحمد لله لا تزال الالفه والمحبه والروح واللياقة الفنية، هذا أهم ما في الموضوع موجودة. وبعيداً كل البعد عن الألفة والمحبة، محمد بيطل بهالعمل بدور أحد الفاسدين والمعارضين لتنفيذ فكرة الحكومة الإلكترونية اللي بتعالجها المسرحية، لأن هذا راح يتعارض مع مصالحه والشخصية ويحارب بكل ما أوتي من قوة في أن يتعوق هذا المشروع. في النهاية فعلاً ينجح في أن يخترق سيستم العام للحكومة الإلكترونية على أساس يمشي مصالحه ومصالح الناس الكبار اللي معهم يتعاملون معه، لأن هو مرتشي. فبالتالي يعني أنا مثل جانب الفساد في 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 الحكومة الإلكترونية. فالهدف من طرح القضايا هو المواطن أولا وأخيرا. أنا أشف لي حق غازي قاعدين نعمل مقولة جديدة، مسرح المواطن. أنا أسميه المسرحية هذه مسرحية المواطن، للمواطن، مش لنا احنا بس، هذه للمواطن، لأن احنا نتكلم بلسان المشاهد وبلسان المواطن. قضايا خفيفة داشة في بعضها البعض بس حلوة. والجميل أيضا هي طريقة معالجة القصة اللي بتتقدم ضمن إطار كوميديا الموقف ومن خلال عدة استعراضات تعبيرية. عندنا فرقة فلبينية وليس فرقة شبابية بتوعنا اللي معروفين في كل المسارح. هالمرة عندنا فرقة فلبينية، فرقة استعراضية تعبيرية، يعني مش هشك بشك والحاجات هذه اللي انت عارفها، لا لا احنا سعداء فيهم، يعني هم حسوا بالسعادة معنا، حسوا وحاسين انهم عايزين يظهروا على الجمهور ويشوفهم جمهور، يعني هم فرقة جديدة والحمد لله، يعني ان شاء الله راح يعملوا جو جميل تعبيري للمسرحية. الخلل الحقيقي ليس في سيستمي بل في تنفيذكم تجاه واجباتكم. وبدوره ولد الديرة متحمس للقاء الجمهور اللي لمس اختلاف ذوقه بنوعية المواضيع والقصص اللي بتتقدم. صار أوعى مستمع، صار إنسان. إحنا نتكلم حكومة إلكترونية، هل إحنا راح نتكلم عن الحكومة الإلكترونية في السيستم في التكنولوجيا الجديدة الأمور هذه كلها؟ فما شاء الله الحين الشباب عمره 14 سنة يدير لك بنك بروحه زين، فلازم نساير الكوكب الجميل هذا من الشباب الواعي، من الشباب والبنات الطيبين الحلوين. ولا تنسى يا أخي، يعني عيالنا ما شاء الله عليهم متخرجين من أرقى جامعات أوروبا، فمو معقول أنك تعطيهم سلق بيض وأي شيء يشوفون أي شيء، لا لا، نبي ضحك وناسة شيء راقي. كما نروح نشوف موظفين بالإدارات قدامنا معكم جحو، واليوم العشاء عندي، ها العشاء عندي. واللي أسعد والد الديرة أيضاً هي مشاركة سلوى بخيت بهالعمل. فنانتنا البحرينية الجميلة طبعاً سلوى بخيت، هذه راح تشوفون سلوى بخيت ويانا مع الكوكب الجميلة من أخواني كلهم. فصفات الشخصية اللي بتأديها سلوى جديدة ومختلفة عن كل ما قدمته بالسابق. القساوة، الانتهازية، الوصولية، الأخذ بدون عطاء. أنا أخذ بس ما أعطي، وإذا بعطي شيء كثير دبل الدبل مثل ما يقولون الترابل علشان أعطي. فيعني هذه الشخصية جديدة علي، لكن أتمنى أن الجمهور ما يأخذ عني فكرة وبعدين يفهمون نوعية ذي الأدوار والشخصيات اللي عايشة معنا في المجتمع بيننا وإحنا مبحسين، ويروحون ويعطونهم ويساعدونهم وفي نفس الوقت برضاهم وهم ما يدرون عن خبث وجرام
وفساد هذه الشخصيات. وترشيحها لهالدور كان من قبل عبد المحسن العمر اللي أراد أنه يقدم عمل مختلف من كل النواحي. فكرة غريبة، فكرة جديدة شوية، مختلفة عن أفكار الأعمال المسرحية الكبار، كوميديا اللي فيها كوميديا موقف. التجمع الجميل بتجمع الفنانين الكبار أثر العمل حقيقة وأضاف إليه. نوعد الجمهور الكريم في تقديم وجبة كوميدية حقيقية دسمة في نفس الوقت. وسينقطع الجيل القادم بيدكم، أنهيتم عهدكم، عهد الإنترنت ضاع منكم. عموما نجوم هالمسرحية وكل نجوم الكويت بشكل عام يحطون اللمسات الأخيرة على احتفالات اليوم الوطني الكويتي اللي بتنطلق غدا، واللي التفاعل معاها من نجوم العالم العربي كان بدأ من أيام